بصورة غير مألوفة تنتشر الكلاب السائبة في الفلوجة على شكل قطيع جائع يهاجم كل من يصادفه. التفاصيل في سياق هذا التقرير. بين المصابة والمتوحشة تنتشر على أرصفة الطرق عشرات الكلاب السائبة في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، إذ بدأت تشكل مصدر قلق عند الأهالي على أبنائهم من طلاب المدارس الصغار بسبب الأعداد الكبيرة لتلك المفترسات. تم حتى إلى مكتب السيد محافظ الأنبار واتخذنا إجراءاتنا إن شاء الله، وفي الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله تنتهي هذه الظاهرة. تقريبا يعني أنه ركزنا على نقطة مهمة، أنه نسوي يعني نعمل محمية خارج مدينة الفلوجة، أنه تنجمع عن طريق البلدية والبيئة إلى آخره، تنجمع هذه الكلاب السائبة في تكون في منطقة محمية خارج المدينة. ارتفاع وتيرة المخاوف من هجوم الكلاب الضالة على المواطنين ولا سيما الأطفال، خاصة وأن هذه الكلاب تجوب الأزقة والأحياء السكنية على شكل قطيع جائع، حتى بدأت تتصاعد الأصوات المطالبة بمعالجة مشكلة الكلاب السائبة. احنا بالنسبة هنا بالمنطقة جبيل يعني كانت منطقة زراعية، فالمنطقة الزراعية دائما ما يعني تسيب بها الكلاب السائبة يعني بكثرة، وين ما تروح. واحنا عندنا مدارس هنا، عندنا هاي مدرسة وعندنا مدرسة، منا الأطفال من تي تطلع للمدارس يعني والله الصبح ما يقدر يطلع، أكثر الأحيان من يطلع الطفل ما يخاف لو ياخذ أمه لو ياخذ أبوه على مود هاي الكلاب السائبة، فوضعهم هنا تعبان. نطلب من الإدارة المحلية أن تسعلنا بهذا الموضوع، الموضوع الكلاب السائبة موضوع خطر يهمنا ويهم المواطنين، لأن الموضوع خطر على المنطقة. نلاقي صعوبة بدام المدارس لأن كلاب متنقلة بكل مكان، يعني بالمدرسة بالبيت بالشارع بأي مكان. والله صاد يعني مرات حتى نطلع وياهم، أنا إذا أطلع وياهم أوصلهم يعني للمدرسة. ظاهرة الكلاب السائبة وتفاقمها بمدينة الفلوجة أصبحت مشهدا يشكل حالة من الذعر لدى المرة في تلك الطرق كل يوم، فالكثير منها مصاب بأمراض خطيرة ومعدية وبحاجة لتدخل سريع من قبل المعنيين للتخلص من هذه الحالة. من الأنبار عثمان الهيتي، قناة الرابعة.